اهلا وسهلا، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حياكم الله. بالنسبه للناس اللي كتتصل بيا وكتقول لك عندي بومزوي، كيفاش غنعرف بومزوي؟ هنا راه ما عندناش بومزوي، انتم ملي كنحط يدي وما كنلقى لا ضريب لا حتى شي حاجه. كنجي هنا هاد الضليعات، كنجي هنا وكنقلب، الا لقيت شي حاجه قاصحه بحال الصبع كنعرف ان كاينه الخلعه، يعني فم المعده. قربي شويه الكاميرا، فم المعده مسدود، يعني ماشي مسدود يعني ما وصلوش للدم. هنا الحمد لله عندنا كل شيء عادي، لان الوليد دائما كنخدم ليه، كندير ليه الزن طلع بحال هكا، وكندير واحد المساج. كاين بعض الناس اللي كنحط يدي كنسمع التقرقيب، يعني كيكون الماء كيكون مشكل الهضم. جيك هور، كنحط يدينا هنا ما لقيناش ضريب ما عندناش بومزوي، جينا هنا وما لقيناش شي حاجه قاصحه ما عندناش خلعه، كنجيو هنا نقلبوا. الا لقينا هنا بحال الحميمصات عزكم الله كيكون فضلات قديمه، يعني المصران عامر. اي واحد كيشكي من بومزوي خصو يدير ليا التنظيف، غير هو ردوا البال. كاين اللي عنده مثلا فم المعده طايبه ما نقدروش نعطوه الاستفراغ، كاين اللي عنده البواسير ما نقدروش نعطوه تنظيف، على كل واحد وخدمته. يعني ماشي كل شيء بحال بحال، برك نبداو على بركه الله. الام في الصباح من تفيق تلقى الوليد ولا اي شخص نحط يدي مثلا عنده هكا الضريب، ندير بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. وكنبقى ندير مساج الكريشه، كنوزع الدوره الدمويه وكنعاون الاعضاء انهم يوصلهم الدم، وكنعاون حتى المسرى الكبير يخرج منه الهواء، وكنقلب الضليعات. الا كان عندنا بومزوي الضريب 3 ايام. نبدا معكم حصه النحاس اللي دائما كنخدموها. الحمد لله تعالى شي حاجه اخرى. كنحطو هنا فم المعده، الا طلع لينا بحال هكا ابيض مثلا، انا ما خدمش مع الوليد، ولكن كنعرف اللي عنده فقر الدم بحول الله كنعرفو مشكل ان اللي عنده الاعصاب. ها هي ها هي هاد النحاس، شنو الدور ديالو؟ كيعاون لينا اننا نتخلصو من الغاز او الغازات. الوليدات عندي راه مول في هاد المساج الصراحه. بالنسبه اللي عنده بومزوي كنشدو هنا وكنورقو هنا ونخدمو هنا، اما كنديرو موكسه او ابر صينيه او حجامه على حساب. كنبقاو بحال هكا حيت الوليد ما محتاج، اما الا كان جا عندي شي حد، لا ما تخافش حبيبتي تخافش، الا جا عندي شي حد كبير راني كنحاول ما امكن نحط الكؤوس كثيره هنا. وكاينه قله النحاس انا غنشاركها معكم، هذه كنديرها للانسان اللي يكون بالغ، هذا الانسان اللي كيكون كبير كنديروا ليها. كاينه قله الطين، كاينه قلة الطين حتى هي الا ما نديرهاش لك، قلة الطين اللي كنخدموا بها على حساب. الويدات الصغار حتى هما راه كنخدموا ليهم. ملي غنساليو بحال هاد المساج شنو غيدير الشخص؟ ماشي غيمشي ويشرب اللي كان وياكل اللي كان، بحال ما خدمنا حتى شي حاجه، خاصو نظام غذائي اللي كيكون متوازن. سمحوا لي باش نشرح لكم مزيان، انت لا انتوما معايا، هنا ما كاين لا ضريب لا حتى شي حاجه. كنجي هنا ما كاين لا ضريب لا حتى شي حاجه، ملي كنحط يدي وكنحس بحال القلب كنعرف ان الناس عندهم بومزوي. كاين حاله اخرى اللي دائما كنشاركها معكم، وهو الضليعات تيكونوا مغوصين تيكونوا داخلين، بالتالي الشخص ما تيحسش بالجوع. كاين اللي تيجي عندي تيكون عنده كما قلت لكم الفضلات هنا. الناس اللي تيحسوا ان رجليهم فاشلين كيقول لك انا ما قادش نهز رجليا، ربما نقص فيتامينات، تاخذوا لي بي 12، تاخذوا لي المغنيسيوم، راه داره متوفر في كل ما هو طبيعي، ولا ممكن تاخذوا من بارافارماسي او اللي يعجبكم، لكم الاختيار حيت كل واحد وفين. يعني مني غنسالي من التدليك دائما هاد تقول لي علاش اختي نعيمه دائما كتشاركي معنا هذا المشكل ديال بومزوي، لان فعلا ولك خدام عليه، كيجي عندي كبير صغير اي واحد اللي تيجي راه من هنا من تيكون عندنا هشاشه العظام، من هنا ما تيسبب لنا سقوط الشعر، من هنا ما تيدير لنا الكآبه والنحافه، التهاب،
مشاكل السرطان من الامعاء، يعني راه الا ما نظفناش يعني ورا في القانون وفي يعني بغينا صحتنا كل اخر شهر اما نديرو استفراغ اما نديرو تنظيف. كاين طرق كثيره، كنعطيكم وصفه امنه وسهله وهو كاس ديال زيت الزيتون، عفوا كاس ديال الماء طايب او عادي من الروبيني، كندير ملعقه ديال زيت الزيتون وكنشربو قبل الفطار او قبل الافطار او قبل الفطور بواحد المهم تقريبا نصف ساعه عاد كنفطر. علاش؟ باش لي الامعاء، لان علاش توصلنا بهاد هاد الطريقه عطيتكم، لان كاين اللي عنده فم المعده طيب، كاين اللي عنده المصران طيب، ما نقدروش نعطيه شي حاجه يشربها، احنا باغي الراحه ديالكم. هاد الوصفه ديال زيت الزيتون والماء وصفه امنه، يعني تاخدوها مع الدمات ديال ليكم. من امتى غنحبس؟ غتقول لي اختي نعيمه امتى غنحبس؟ مني غنشوف المصران ديالي عزكم الله ولا الخروج ديالو يعني منتظم، نحبس هاد الوصفه نكتفي بالماء. الناس اللي عندهم الامساك الحاد الامساك المزمن راه الماء وزيت الزيتون غينفعكم. علاش؟ لانه ما غيضركمش حاشا، واش يضركم؟ لانه طبيعي مغلي الشعير حتى هو رائع، لان كاين بعض الناس كنعطيهم باربا والتفاح، كنعطيهم سنه مكي، كنعطيهم بزاف الخلطات، ولكن واحد ماشي بحال واحد اللي عنده البواسير راه ما يمكنش يدير حشاكم التجريه، غيطيبوا لي الامعاء. اللي عنده فم المعده طيب ما يمكنش يعطوه وصفه الاستفراغ، لهذا جربوا لي وصفه زيت الزيتون وان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الوليد عندي راه ولا في المساج، لان انتوما راه ما عندوش الحمد لله، راه عادي نديروا التدليك، انتوما عادي جدا. اي ام بالسلامه تحط بحال هكا ما عندهاش هاد الكؤوس النحاسيه، كفي اننا ندير بسم الله انت الشافي، نوزع بحال هكا بيديا ولا بجوج يدي اللي كان 3 ايام تابعه مني نوض يشرب ياك الماء والكامون او الكرويه باش نعاونوا الامعاء. ما نكتروش من الخبز اللي فيه الفورس، الناس اللي عندهم القبط المزمن، ودائما ما نكتروش من لي بات او من الوجبات السريعه، وحتى الشعريه بالحليب اي حاجه اللي سريعه الاكل ردوا منها البال. احسن وصفه للناس اللي بحال هكا وهو خبز طبيعي والخضره مسلوقه، هذا هو اللي كنوصيكم به. عافانا وعافاكم الله، ونتمنى لكم التيسير وطول العمر. والو عجبتك؟ دويت باش يصبغوا بومزوي عند الصغار.